وبعدين في الأخير أعضاء مجلس نقابات النقابات من اللي معينهم؟ مشكورين تحت رقابة من؟ الأصل كان يعني أتذكر في سؤال سألته أيام كنت في الجامعة وما عرفت أجاوبه، قيل لي التالي، وأنا آسف سعادة الرئيس، إذا كنت في دولة ليس فيها دستور نفس بريطانيا، بريطانيا ليس فيها دستور مكتوب، كيف يمكن أن تتم الرقابة على الدستورية في هذه الدولة؟ يبت من الشرق والغرب والمحكمة والمدري شنو مبادئ وهو. الإجابة الصحيحة كانت رقابة الرأي العام هي الأساس في الرقابة على الدستورية في كل دولة، سواء كان فيها دستور مكتوب أو لم يكن فيها دستور مكتوب. كذلك بالنسبة للعمال، كذلك بالنسبة حتى للبرلمان، كذلك بالنسبة لأي مكان. اليوم أنا إيش قاعد أحقق؟ ترى هذا القانون بهذا الشكل إذا لم يدرس في مكانه الطبيعي وهو قانون النقابات العمالية، فاعتقادي سيضر أكثر مما ينفع.